سيدنا المحترم سيد محمد الأعرج. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس المحترم، سيد الوزير المحترم، سيدات والسادة النواب المحترمون، بداية يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي في إطار مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وبداية لا بد أن نسجل بإيجابية كفريق حركي إخراج هذا القانون بصيغته الجديدة في هذه المرحلة الحساسة من التاريخ الدستوري والسياسي والاقتصادي المغربي. وإذا كان هذا المشروع في حد ذاته يهدف بالدرجة الأولى إلى مطابقة هذا المشروع لمجموعة من المقتضيات الدستورية الجديدة، كذلك جاء لتتميم مجموعة من المقتضيات القانونية، فإنه كذلك جاء بمقتضيات هي أملتها الدروس المستخلصة من عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى. وبالتالي نسجل على أن إقامة هذا المجلس يندرج في إطار منظومة الإصلاحات الجوهرية الكبرى التي تعرفها بلادنا في ظل التحولات السياسية وكذلك في ظل التحولات الاقتصادية. ولا بد كذلك في البداية أن نذكر أنه لاعتبارات ولخصوصيات المسلسل التنموي بالمغرب، فإن إقامة هذا المجلس وفق هذا المشروع الجديد في هذه المرحلة بالذات يعد استجابة واضحة لرهان حقيقي للتنمية، وذلك لاعتبارات متعددة. ومن أهم هذه الاعتبارات هي أن المهمة الاستشارية التي يطلع بها المجلس بموجب الدستور في قضايا شمولية وحيوية ومتداخلة فيما بينها تضعه في قلب التحديات المتمثلة في وجوب تلازم السياسات الاقتصادية، تلازم السياسات الاجتماعية، وتلازم السياسات البيئية كشرط لبلوغ التأهيل الشامل وبلورة الاختيارات التنموية الكبرى للبلاد. ومن جهة أخرى وارتباطا بهذا الدور، تضحى هذه الخاصية الرئيسية للمجلس في كونه سيجسد بامتياز النهج التشاركي الواسع. كما تحظى هذه الخاصية الرئيسية لهذه المؤسسة الدستورية في تأهيل هذه المؤسسة للإدلاء برأيها في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وقضايا البيئة ولجميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية الموسعة. سيد الرئيس، سيد الوزير، سيدات والسادة النواب، إن تأسيس مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي وفق المشروع الحالي كهيئة من هيئات الحكامة التنموية يندرج ضمن خانة بناء الصرح المؤسساتي في إطار تعزيز الديمقراطية التشاركية وديمقراطية المشاركة، مما يقتضي ضرورة تبني إطار قانوني للمؤسسة في إطار هذا التناسق، في إطار هذا التكامل بين مختلف المؤسسات الوطنية، وهو ما كرسه مقتضيات هذا المشروع. علما أن هذه بالرغم من هذه الإيجابيات المسجلة في هذه المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي، فقد كانت لنا في الفريق الحركي العديد من الملاحظات على هذا المشروع، ومن أهمها إغفال الحكومة لتضمين المشروع ديباجة توضح السياق العام لتأسيس هذا المجلس الواجب استلهام روحها وفلسفتها من روح الدستور. كذلك من الملاحظات التي سجلناها غياب أي مقتضى ضمن هذا المشروع ينص صراحة على استقلالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن الجهازين التنفيذي والتشريعي وباقي المؤسسات الدستورية. كذلك سجلنا غياب
الأفق الزمني الذي يتطلبه إخراج نظام داخلي لهذه المؤسسة الدستورية، وكذلك إخراج المراسيم التطبيقية لهذه المؤسسة، فضلا عن النظام الأساسي الخاص لموظفيه. وكذلك لاحظنا من الملاحظات الأساسية طول مسطرة الاستشارة وإلى الطابع المركزي لهذه المؤسسة الدستورية. بالرغم من كل هذه الملاحظات، نقول أننا سنصوت على هذا المشروع، خصوصا وأن هذا المشروع جاء في هذه المرحلة وفي هذا الوقت بالذات، التي هذه المرحلة التي تعتبر لحظة دستورية، تعتبر لحظة برلمانية مهمة جدا في حياة بلادنا، وذلك لاعتبارات متعددة، منها أنه يأتي في إطار منظومة الإصلاحات الجوهرية الكبرى التي تعرفها بلادنا، والمتمثلة في الإصلاحات المؤسساتية المتوالية وفي الاستراتيجيات القطاعية، كما أنه يطبق مقتضى دستوري وافق عليه الشعب المغربي، ليعزز بذلك دائرة المؤسسات في دولة المؤسسات. وشكرا لكم سيد الرئيس. شكرا سيد نائب محترم.